وهزينه أخيراً بعود نعناع صغير. جميل مش كده؟ ودي بقى كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى تكون نالت الإعجاب. علشان نعمل فاصوليا مطبوخة بالعيش المحمص، نسخن زيت الزيتون، نضيف الثوم المقطع، نحط البصل لحد ما لونه يبقى وردي، ونحط الفلفل وبعده الطماطم لمدة دقيقة تقريباً. نحط الفاصوليا، ملح وصلصة طماطم، ونقلبهم مع بعض. نحط الخضار في نص العيش ونفرده عليه كله بالشكل ده، نلفه ونقطعه ونزينه بعود نعناع، وبالهنا والشفا. ضروري إن أجندتك تكون مليانة وصفات أكل ونصايح كتير مش كده؟ أنا عندي تقريباً 12 أجندة، كل ما أشوف أو أسمع أي وصفة حلوة أو لما حد يقول لي اقتراح مناسب يعجبني بروح مسجلاه فوراً، أكيد هيفيدني في يوم. وعلشان الأمور تبقى أسهل، معانا كالعادة الخبيرة بتاعتنا وصديقتنا فاسودة اللي دايماً بتجاوبنا على كل الأسئلة والاستفسارات اللي محيرانا.